رح تربحهم من خلال الانترنت بالموبايل او بالكمبيوتر او بالاثنين مع بعض لتزيدوا ارباحكم، ورح تحصلوا على $5 فقط من خلال التسجيل بالتطبيق. شوفوا معي كل التفاصيل بهالفيديو واثبات السحب لاحد المتابعين اللي شارك معي هالموقع. هاي انا نور وهي قناتي نور فلوجز. فلا تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم اشعار وقت نزل فيديو جديد. رح شارك معكم اليوم تطبيق تربحوا من خلاله بدون خبره، بدون راس مال، وبدون ما تعملوا اي شيء. اما الشروط اللي لازم تكون متوفره لتقدر تشتغل بتطبيق اليوم هي كمبيوتر او هاتف وانترنت واي فاي. اسم التطبيق هاني جين. هالتطبيق بيشتغل على المساحه الموجوده بالانترنت اللي انت ما بتقدر توصل لها وما بتستعملها، فهو بيستخدمها وبيعطيك عليها فلوس وهي هيك هيك ضايعه. واكيد هو ما رح ياخذ الواي فاي منك وتبطل انت ما عندك انترنت، هو بس رح يشتغل على المساحة اللي انت ما بتقدر توصلها بالانترنت. طبعا رح اشرح كل هالتفاصيل لما شارك معكم شاشتي، ورح شارك معكم استراتيجية كتير مهمة لتضاعفوا ارباحكم قريتها بسياسة التطبيق ورح شاركها معكم. لهيك تابعوني خطوة بخطوة بهالفيديو. جواب مسبق على سؤال ممكن تفكروا فيه، اذا هالتطبيق امن. نعم التطبيق امن 100% وما بيوصل لبيانات هواتفكم او الكمبيوتر الخاص فيكم. هذا التطبيق ما له جديد ابدا، حكوا عنه كتير قنوات تانية، بس انا حبيت سلط الضوء عليه بقناتي. احد المتابعين جربه وتاكد من مصداقيته وبعت لي اثبات السحب، شكرا كتير له، ورح شارك معكم كل هالتفاصيل باخر الفيديو. اما هلا خلونا ننتقل على الشاشه. هذا هو التطبيق، الرابط بتلاقوه بصندوق الوصف. عنا هون الخطوات اللي بيشتغل عليها التطبيق. بالخطوة الأولى لازم نثبت التطبيق على الجهاز اللي بدنا نشتغل عليه ونربطه بالإنترنت. أما بالخطوة الثانية فلازم نشغل التطبيق على الإنترنت مع عدم وجود إمكانية للوصول للبيانات الشخصية. طبعا هون عم بيأكد التطبيق على الأمان وهون بيكون خلص شغله. بالخطوة الثالثة هو بيشتغل لوحده وبيجمع مساحة. أما بالخطوة الرابعة فإذا حابب تعرف شو بيعملوا بهاي المساحة من الإنترنت أو شو هن بيستفادوا منها، ففيك تقرأ أكثر من خلال الضغط على Read more about this in business crisis. بالخطوة الخامسة الحصول على الأموال وكسب دخل عن طريق توظيف أجهزتك. وهون عنا الربح من $6 ل $67 شهرياً. التطبيق متاح على أجهزة الأندرويد، الويندوز والماك. أنا هلأ عم اشتغل على الحاسوب فلح أضغط على ويندوز، وهون عم بيقولوا إذا سجلت بالتطبيق لح تحصل على $5 فقط من التسجيل. طريقة التسجيل جدا جدا بسيطة، فقط الإيميل والباسورد. اختاروا باسورد قوي وبنضغط على ساين أب، ما بيطلب أي معلومات، بسيط جدا. وهلأ فتح عنا التطبيق بهالشكل. أول شيء لازم نفعل الإيميل لحتى يبدأ التطبيق بالعمل، فمنضغط هون على تأكيد الإيميل ومنروح على الإيميل، توصلنا هاي الرسالة، منضغط على تفعيل الإيميل. تمام هيك الأمور. وهلأ رح ننزل التطبيق على الحاسوب من خلال داونلود ويندوز. طبعا فيكم تجربوا عن طريق الهاتف، بس أنا مشان جودة أفضل للفيديو. وبعد تفعيل التطبيق على الجهاز رح يبدأ بجمع الجيجا لتربحوا من خلالها. وبعد ما نزلنا التطبيق على الجهاز رح نعمل تسجيل دخول من خلال إيميلنا والباسورد. انتبهوا تخربطوا وترجعوا تدخلوا بساين اب، فرح يرفض الايميل لانك انت مسجل مسبقا بهالايميل، لازم تدخلوا عن طريق لوجين. وهلأ فتح عنا التطبيق بهالشكل، عنا 5000 نقطة وربحنا $5 من التسجيل. اما الاستراتيجيه اللي حابه اشاركها معكم، ربطوا التطبيق باكثر من جهاز بالبيت. كل الاجهزه المتوفره عندكم بالبيت فيكم تربطوها بهالتطبيق. كيف؟ فقط بالتسجيل بنفس الايميل والباسورد على نفس الجهاز. تدخلوا على اي جهاز بدكم اياه، بتنزلوا التطبيق وبتحطوا الايميل والباسورد ولوج ان، وهيك بتحصل على ارباح من اي مساحه اضافيه من اي جهاز وبتضاعف ارباحها. هلا هون عنا الويندوز اللي عم بشتغل منه، كمان فينا نضيف أي هاتف، تابلت، حاسوب بالبيت على نفس التطبيق لنزود آلية الربح. التسجيل كتير بسيط، منروح على الهاتف ومنضغط على Download for Android وهيك عم ينزل، وبعدها رح ندخل بنفس الإيميل والباسورد وهيك بلش شغل كمان على الموبايل.
بس تتأكدوا تفتحوا من نفس الإيميل والباسورد. بنرجع للكمبيوتر لنتأكد إنه صار الموبايل مفعل كمان على التطبيق، مثل ما عم تشوفوا صار الموبايل مفعل، وأي جهاز عندكم بالبيت بس ادخلوا على الرابط ونزلوا وافتحوا بالإيميل نفسه والباسورد ولح ينضاف هون. وهيك عم يجمع المساحة اللي ما بنشتغل عليها بالإنترنت وبيحول ليها لفلوس. في عنا هون رابط إذا شاركتوه مع أصدقائكم هن لح يحصلوا على 5 دولار وأنتو لح تحصلوا على 10 دولار من أرباحهم، يعني شغلهم بالموقع. بس مو يعني رح ناخذ 10% من ارباحهم وشغلهم، اكيد لا، الموقع رح يعطينا من عنده 10% مقابل مشاركه الرابط معهم. الحد الادنى للسحب هو 20 دولار، بمجرد ما توصل للمبلغ بيفتح عندك هون زر سحب الرصيد. إذا حبيتوا تغيروا الباسورد بهالتطبيق فقط بتضغطوا على الصورة الموجودة هون وبتظهر لكم كلمة بروفيل سيتينج، بتضغطوا عليها وبتحطوا الباسورد القديم وبعدين بتحطوا الباسورد الجديد وبتعملوا تشينج. ولتتأكدوا أكثر من مصداقية الموقع وتقروا عن الشروط والأحكام والطرق الربح بهالموقع فقط بتضغطوا على علامة الاستفهام اللي هون وبتظهر لكم هاي الصفحة. موجود كل شيء ممكن يخطر على بالك من أسئلة الدفع، أسئلة فنية، أسئلة عامة، أسئلة الحساب وأسئلة الإحالة. رح ندخل على أسئلة الدفع، مثلا ما هي طرق الدفع وما هو الحد الأدنى للدفع، كم من الوقت سيستغرق وصول مدفوعاتي. مثل ما عم تشوفوا الحد الأدنى للسحب هو 20 دولار، فينا نسحبهم عن طريق بيبال وبيتكوين. وهون مكتوب انه بعد ما تصلوا للحد الادنى للسحب اللي هو 20 دولار رح يكون زر طلب الدفع متاح. من خلال زر المساعدة الموجود هون بالازرق رح تقدروا تتواصلوا معهم لحل اي مشكلة بتصير معكم. حبيت اوضح لكم كمان اكثر عن الامان بهالتطبيق لانه هالموضوع كتير بهمني. فهم مكتوب هل هو امن؟ نحن لا نجمع اي بيانات من عملائنا، البيانات الوحيده ستكون لدينا هي ما سيكون ضروري للخدمه، يعني بس البريد الالكتروني تبعك والعنوان الخاص فيك وطرق الدفع اللي بتختارها، يعني ما رح يقدروا يوصلوا لاي بيانات من جهازك. أما النقطة اللي بتهم الكل وهي كيف نزيد أرباحنا بهالتطبيق، فلقيت لكم جواب هون. والجواب هو مثل ما خبرتكم إنه تربطوا أكثر من جهاز بالبيت على نفس الإيميل والحساب، ومن خلال استخدام برنامج الإحالة بهالطريقة رح تحصلوا على 10% من جميع أرباح الإحالات الخاصة فيكم كمكافأة. يعني كل شي خبرتكم عنه بهالفيديو موثق باتفاقية وبنود هذا التطبيق. أحد المتابعين شاركني إثبات السحب، مشكور طبعا، هو بيشتغل على الموقع من زمان، عايش بألمانيا وبيتعاملوا باليورو. هلأ هو صاحب 16 يورو، فال 16 يورو بتعمل تقريبا 20 دولار، 19.24. هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، بتمنى يكون نال إعجابكم واستفدتوا منه. لأي سؤال كتبولي بالتعليقات أو تواصلوا معي عبر إنستغرام، حساباتي دائما بتلاقوها بصندوق الوصف. شكرا على المتابعة وانتظروني في فيديو جديد. سلام.